المغدورة أنفها تلقت تهديدات عديدة قبل اغتيالها. السؤال المهم هنا أستاذ ياسين، يعني لماذا لم تتخذ القوات الأمنية أي إجراءات أمنية احترازية لتفادي عملية الاغتيال؟ السلام عليكم سيف، أرحب بك وأرحب بجمهورك الكريم وجمهور قناتكم المفضلة التي لا زالت سابقا واستمرت لنقل الحقيقة أو لنقل صوت المظلومين في الجميع. والله في الحقيقة ست، يعني للأسف دور القوات الأمنية في موضوع الحد من عمليات الاغتيال جدا ضعيف. شهد العراق الكثير من حالات الاغتيال بنفس الطريقة التي اغتيلت لها فيها البلوكر أم فهد. يعني اليوم العراق على مستوى محافظة بابل وعلى مستوى بغداد وعلى مستوى البصرة والناصر وجميع المحافظات العراقية، اليوم القوات الأمنية جدا ضعيف دورها. للأسف وزير الداخلية اليوم السيد عبد الأمير الشمري تريه أنه يصرح ويقول نحن مع حفظ الأمين، نحن مع حفظ الاستقرار، نحن مع حفظ روح المواطن العراقي، لكن للأسف في الجهة المقابلة ترى أن الأحزاب السياسية ومن يجلس معهم ليلا يجيرون عفوا الكثير من عمليات الاغتيال في مقابل من يعارضهم فكريا، في مقابل من يعارضهم في الواقع. نعم. اليوم للأسف في أم فهد لم تكن الحادثة الأخيرة في العراق، هناك كثير من حالات عمليات الاغتيال التي كنا نعلم بها وكثير من حالات الاغتيال المخفية التي لم نعلم بها للأسف. لكن على شكل عام دور القوات الأمنية هو من وضعفها ومن تسبب في ازدياد عمليات الاغتيال.